الى خبر عفوا خبر ايش، خلينا ننتقل ل والله تصدقوا اخبار، هي اخبار في تويتر، وحنبداها بالترند اللي حاصله على تويتر وهاشتاجات لا تخلص ولا تنتهي، كل مره يظهر لك بهاشتاج. وملاحظ انا اخر فتره يعني يوم الام هاشتاج للاب، هاشتاج للام، هاشتاج للاب، ومنافسه شديده. اليوم الهاشتاج اسمه الاخت الصغيره. طبعا ما احكي لكم، قبل فتره كان الاخت الكبيره متصدره هذا الترند. هنشوف الاخت الصغيره كيف كانت ردود الفعل عليها في تويتر من خلال بعض التغريدات. بس الجدير بالذكر اللي لابد اقول لكم عليه انه هذا الهاشتاج وصل الى اخر امر دحين قبل الحلقه 45 الف تغريده اتفاعلوا مع هذا الهاشتاج. المغردين وصفوا هذه الاخت الصغيره بانها اكثر واحده شخصيتها قويه في البيت واكثر شخص مدلع في البيت. الاثنين اجتمعوا في شخص واحد. بعضهم قالوا انه لا، هذه الاخت الصغيره هي اخت خلينا اقول لكم مكروفه وتعبانه في 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 حياتها، انه ما اعتقد يعني الصغار دائما الاباء والامهات ما اعرف ايش وضعهم، يقول لك هذا جيل جديد سيبه خلاص. طب التربيه اللي تربيناها والطريقه اللي تعاملنا فيها والحياه الصعبه، فهذا وضع جدا اعتقد مأساوي لكثير مننا. في ناس وصفوها بانها سبب سعاده اي بيت، في ناس تختلف في هذا الوضع على حسب كل شخصيه وعلى حسب كل طريقه تفكير وطريقه تربيه. بكل الاحوال الاخوات فعلا هم نعمه في هذه الحياه، ودائما عندهم يطروا الاجواء، يهدوا المواضيع المفروض يعني، الا اذا كانت واحده سوسه زي ما يقولوا، هذا موضوع ثاني. هذا كان هاشتاج الاخت الصغيره اللي كان يعني من مؤيد ومعارض بانه هي مدلعه او مكروفه وما الى ذلك، لكن